السلام عليكم. السلطات السعودية في منفذ الوديعة الحدودي تمنع سيارات الدفع الرباعي أو المعدات الثقيلة تريبتيك أو تصدير من مغادرة المنفذ باتجاه اليمن. إجراءات جديدة تضاف لسجل الإعاقات التي تسببها الإجراءات والقرارات السعودية تجاه اليمنيين. عشرات من الأسر في المنفذ الحدودي تعرضت للأذى بسبب هذا الإجراء الأخير، مما اضطر بعضها إلى التخلي عن سيارتها وأملاكها مقابل الدخول إلى اليمن أو العودة إلى شرورة. القرار كان مفاجئا ولا تعلم عنه السلطات اليمنية شيئا، فوزارة المغتربين قدمت توضيحا لا يقدم شيئا سوى أنها تجهل الأسباب وتؤكد غياب التنسيق بين الجانبين السعودي واليمني. التضييق على اليمنيين يحمل السعودية كما يحمل الشرعية الكثير من التبعات، فبعد أن وضعت السعودية رسوما جديدة على العمالة اليمنية وهما أجبر عشرات الآلاف للعودة إلى بلدهم، يصدم اليمنيون بهذا الإجراء الجديد الذي يأتي في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشونها، ونجد الأشقاء يقفزون على جراحهم دون الأخذ بعين الاعتبار تدهور الوضع الإنساني الذي يحيط باليمنيين نتيجة الحرب التي تعد السعودية طرفا رئيسا فيها. مشاهدينا، حول تداعيات هذه الإجراءات الجديدة ومدى تأثيرها على المغترب اليمني خصصنا حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فأهلا بكم. مأساة جديدة تواجه المغتربين العائدين من السعودية إلى بلدهم، وكأنه لا يكفيهم إجراءات التضييق التي مارستها السلطات السعودية بداية من الغرامات ورسوم التجديد باهظة الثمن. هذه المرة جاءت فجأة ودون سابق إنذار عبر إجراءات تمنع دخول سيارات الدفع الرباعي والمعدات الثقيلة الخاصة بالمغتربين العائدين إلى بلدهم. يقول مسافرون إن منفذ الوديعة الحدودي اكتظ بعشرات الأسر التي حال القرار دون خروجها إلا في حال قررت ترك سياراتها ذات الدفع الرباعي. وزارة شؤون المغتربين قالت في بيان لها إن السلطات السعودية منعت خروج سيارات الدفع الرباعي والمعدات الثقيلة من أراضيها باتجاه اليمن. أكدت الوزارة في بيانها أنه ليس هناك أي توضيح لأسباب المنع، وهي خطوة عدها مراقبون استخفافا بالموقف الرسمي للبلاد، خصوصا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السعودية حول القرار. تنديد واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي جراء استفزاز اليمنيين وإهانتهم في المعابر عبر إنزال عائلاتهم من السيارات واستمرار التضييق عليهم، خصوصا عقب ترحيل عشرات آلاف المغتربين بعد فرض رسوم تعجيزية مقابل بقائهم للعمل في المملكة، ليعقبه إجراء أشد قسوة وهو منعهم من حمل ممتلكاتهم إلى اليمن في إجراءات وصفت بالتعسفية. والله العظيم الحالة صعبة جدا. مأساة إنسانية جديدة إذا تحيط باليمني وتحاصره من دولة هي الحليف الأقوى والأول للشرعية اليمنية، وتخوض حربا تسيطر من خلالها على المنافذ الجوية والبحرية والبرية، لكنها لا تعبأ بوحدية المعركة ولا بكرامة الإنسان اليمني الذي بات يواجه حروبا ضارية على كل المستويات. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب المحامي والناشط الحقوقي هادي وردان، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ هادي. مساء الخير، أهلا بك معنا. وكيف تابعت قرار السلطات السعودية منع دخول المغتربين اليمنيين إلى أو عودة اليمنيين إلى اليمن بسياراتهم الدفع الرباعي؟ نعم، تابعنا وتابعت كغيري من اليمنيين وهذا القرار الجائر الذي لا مبرر له، والذي تفاجأنا به كيمنيين ومتابعين، والذي اعتبر بمثابة القاصمة بحق اليمنيين، يعني مزيد من التعقيد ومزيد من الانتهاكات بحق المواطن اليمني الذي لم يعد بمقدوره من أين يتقبل الانتهاكات ومن أين يتعامل مع هذه الكوارث التي تأتيه من هنا ومن هناك. كون لم يتبقى وهو النفس الأخير للمواطن اليمني هو المغترب أو المغتربين الذين استطاعوا أنهم من خلال غربتهم أن يكونوا سبباً
لتوفير فرص العيش والاستطاعة لممارسة الأعمال التجارية والاكتساب والحصول على الملكية وشراء السيارات، كلها هذه كانت يعني تعد شريان بعد أن قطعت مرتبات المواطنين، بعد أن تم تعرض المواطن اليمني من خناق في حياته، في رزقه، في كل ما يعني وسائل العيش. فتابعنا هذا القرار ونعتبره قرار جائر، ولا زلنا على أمل أن تعدل السلطات السعودية عن هذا القرار، تقديرا للوضع الإنساني وتقديرا لما يمر به المواطن اليمني، وكونه لا يحتمل أكثر من مما هو عليه الآن. نعم، يعني برأيك هل هذه الإجراءات قانونية من وجهة نظر قانونية؟ يعني هذه تعد ممتلكات شخصية للفرد، وخاصة أن بعضهم يعني سيخرج من السعودية خروج نهائي بسبب القرارات السابقة. نعم، هذه طبعا تعد من الـ هذه القيود التي فرضتها السلطات السعودية هي قيود تجاوزت القانون الدولي الإنساني، مخالفة أيضا للقواعد العامة التي يجب أن تحترمها وتتقيد بها الدول في أثناء الحرب، القيود التي شددت على حماية ممتلكات الإنسان وعلى ممتلكات المواطن أو المدنيين باعتبارهم مدنيين ليسوا طرفا في النزاع. والدول هي متعهدة، والمملكة العربية السعودية تعي ذلك، أنها بهذا القرار تجاوزت القانون الدولي الإنساني الذي نص على حماية ممتلكات الحقوق الفردية وممتلكات المدنيين الذين ليسوا طرفا في النزاع، وأن هذا القرار لا شك بأنه استهدف فئة من الناس، متوجب على الدولة الذي هي الراعية الأولى للحرب في اليمن أن توفر الحماية اللازمة. فبدلا من توفير الحماية بحق المدنيين وحماية مصالحهم وحماية حقوقهم، الحقوق الملكية التي اكتسبوها جراء الغربة أو الكسب أو الاتجار، أو الأصل أن السلطات السعودية هي معنية بحماية المواطن اليمني باعتبار السلطات السعودية هي الراعية للحرب، وهي التي يعني راعية التحالف في الحرب الى صف الشرعية، وهي بهذا القرار يعد مخالفة لنصوص ومبادئ اتفاقيات جنيف واتفاقيات القانون الدولي الإنساني الذي نص وشدد على حماية حق المدنيين وحماية مصالحهم وحماية الملكية، وجعلها مضمونة وألزم الدول الأعضاء بحمايتها وتوفير الحماية اللازمة من أن تنالها أي اعتداء. نعم، إذن يعني هذا القرار لا يعد الأول بالتضييق على المغتربين اليمنيين. نعلم أنها قرارات جاءت لكل العمالة الموجودة في السعودية، ولكن وضع اليمنيين يختلف بسبب الحرب التي يعني تعد السعودية طرف رئيسي فيها. برأيك ما هي أثر مثل هذه القرارات أو الإجراءات على بلدين جارين وشعبين متجاورين أيضا؟ نعم، القرارات طبعا يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. المملكة العربية السعودية وبقيادة الملك سلمان لهم فضل كبير في استيعاب ما يقارب النصف المليون يمني، وهذه يعني مكرمة، وهذه كانت مبادرة إنسانية استبشر بها اليمنيون أن تم استيعاب المجهولين والسماح لهم بممارسة أعمالهم، وكانت هذه بادرة. لكن هذا الإجراء لم يعد قائما الآن أستاذ هادي، يعني من دخل بفيزة زائر لم يجدد له. نعم، كل هذه لم تعد موجودة الآن، ليست بالقدر الذي يعني تقوليه أنها موجودة. هناك موجود، هناك عمالة موجودة في المملكة العربية السعودية. نعم نعم أعلم، ولكن هناك استيعاب لأعداد كبيرة لا ننكر ذلك. المملكة لكن أن يتم استيعاب مثل هذه الأعداد
من جهة، ومن جهة أخرى يتم محاصرتهم، يتم الحصار على ممتلكاتهم ومنع أن يعودوا إلى بيوتهم أو إلى اليمن بالنفع وبالفائدة، وأن يكون لديهم استثمار، أن تكون لديهم ممتلكات، شاحنات، سيارات. هذه تعد يعني جريمة، وقد تطمس أو تقضي على للأسف الشديد على ما سبق من مبادرات أو من أعمال كانت عبارة عن رعاية لليمنيين الذين كانوا تم استيعابهم يعني في بداية التحالف، بداية دخول التحالف اليمني في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في يعني للدفاع عن الشرعية وعن الحكومة وعن الجمهورية اليمنية من الانقلاب الذي تقوده ميليشيا الحوثي التابعة لإيران. كان في تلك الفترة يعني هناك تعاون، لا ننسى ذلك، لكن الذي حصل اليوم فعلا فاجأنا وفاجأ الشعب اليمني وفاجأ كل المتابعين بأن هناك أمور قد تأتي لا سمح الله لا يستطيع المواطن اليمني أن يتحمل ما قد حصل عليه إلى الآن. المواطن اليمني يعيش حالة من الضنك ومن الضيق في حياته وفي معاشه وفي 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 رزقه، وفي حتى يعني في الأخير لم يسلم حتى المغترب اليمني. هذه مؤشر فعلا يجب على السلطات السعودية أن تعدل عن هذا القرار الجائر الذي يعد تعسفا بحق المواطن اليمني، يعد تعسفا في استعمال القرارات، ولا سيما أنها قرارات أحادية لم تكن يعني تفاجأت بها السلطات اليمنية والحكومة الشرعية، وهذا أيضا يعد جريمة أخرى. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ سلمان الشريف الناشط الحقوقي والمهتم بشؤون المغتربين من الرياض. مساء الخير أستاذ سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك مساء السلام. مساء الخير عليك. أهلا بك أستاذة آسيا وعلى كل العاملين في قناة بلقيس، قناة بلقيس دائما التي هي قريبة إلى المغتربين. نتمنى أن نكون عند حسن الظن أستاذ سلمان، وأود أن تضعنا في صورة ما حدث المغتربين في شرورة والذين كانوا ذاهبين أو عائدين إلى اليمن. أستاذتي الكريمة، القرار صدر من وزارة النقل السعودية كما ذكروا أنه يخص كثير من الدول من ضمنها اليمن، بمنع سيارة الدفع الرباعي من الخروج إلى مثل هذه الدول والتي ضمت اليمن والأردن وسوريا مصر. كما نعلم ويعلم الكثير أن المنفذ الوحيد الذي يستخدم عن طريق البر بكثرة هو المنفذ اليمني ومنفذ الوديعة. منفذ الوديعة هو يعتبر الآن الشريان الوحيد الذي يربط اليمن بالعالم الخارجي بشكل عام، سواء المغتربين أو القادمين من دول الخليج وما شابه ذلك. عندما أتى يا أختي الكريمة، القرار أتى في يوم الخميس مساء بعد انتهاء الدوام بالدوائر الحكومية، سواء الدوائر اليمنية ممثلة بالسفارة أو القنصلية أو الدوائر السعودية. أعتقد مثل هذا القرار قبل أن يصدر القرار هذا يتم إشعار السلطات اليمنية على سبيل المثال السفارة والقنصلية كي يتم إبلاغ الرعاية بمثل هذا القرار. هذا القرار الذي أتى وحير الكثير من المغتربين يا أستاذة آسيا، أنا أضعت الصورة، تواصلت معي أسر يمنية قطعت 2000 كيلومتر من تبوك إلى شرورة واتجاها بالوديعة باتجاه المنفذ. أول شخص إلى المنفذ يعطي جوازته إلى ضابط المنفذ، يؤشر له بإصبعه أن يعود لأنه غير مسموح بعبور السيارة الدفع الرباعي. تفاجأ الكثير مثل هذه العائلات اليمنية التي أغلبهم قاموا بتأشيرات خروج نهائية لأسرهم بعد انتهاء العام الدراسي وانتهاء شهر رمضان المبارك وإجازة العيد كي يتسنى لهم عودة أهلهم إلى اليمن. بعد أن باعوا الغالي والنفيس وأكثر من مقتنياتهم وممتلكاتهم لسداد رسوم المرافقين التي اعتبرناها شأن سعودي وشأن اقتصادي وتحملها المغترب وقال سمعا وطاعة. لكن السؤال يكمن هنا، هنا السؤال، أين دور سفارتنا وقنصلياتنا ووزارة المغتربين ورئاسة الوزراء ورئاسة نعم هذا ما أود أن أسألك عليه أستاذ سلمان. يعني هناك بيان فقط وحيد لوزارة المغتربين وتغريدة لعلوي بافقي، يعني البيان يوضح أنه أو لم يعطي جديد، يوضح فقط أنهم تفاجأوا بسبب هذا الإجراء ولم يكن لديهم أي علم. يعني هل نتوقع أن يعني يكون هناك خطوات مقبلة لمثل هذا القرار، أم سيبقى الأمر كما هو عليه ويسري على اليمنيين بهذا الظلم والقهر الذي تتحدث عنه؟ أستاذ آسيا، لا أخفيك سرا أن آخر من علم بالقرار هم وزارة المغتربين والسفارة والقنصلية التي أصدرت بعد ذلك بيوم بيانات هزيلة وركيكة، وكنت أتمنى ألا تصدر مثل هذه البيانات.
البيانات اللي تنقل كما ينقل الناشطين في مواقع الصفحات أو مواقع التواصل الاجتماعي. تواصلت مع كثير من الدبلوماسيين المتصلين بالسفارة بالرياض والقنصلية العامة في جدة، أبلغوني أنه يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت كلها أيام إجازة لا يستطيعون التواصل، لأن هنالك شخص مستلم أو مناوب ليس بيده أي إجراءات أو أي رد على أي استفسار. نعم، وهذا ما حدث معنا أستاذ سلمان، حاولنا التواصل بالسفارة سفارتنا في الرياض وقالوا نفس التعقيب، يعني أنها أيام إجازة ولن يستطيعوا التجاوب معنا إلا بعد أن يسألوا الجانب السعودي عن الأسباب ويعني لما تم اتخاذ مثل هذا الإجراء، وهو يوم الغد يعني حسب ما تم الحديث لفريق المساء اليمني في الإعداد. لا لا أخفيك سرا يا أستاذة أن كثير من المغتربين يضعوا ألف علامة تعجب، ألف علامة تساؤل واستفهام حول هذا الموضوع، لماذا تم إصدار القرار يعني مساء الخميس في الليل، الخميس والجمعة والسبت؟ لا أعتقد، هل يعني القرار هنا يأتي كي يتم امتهان المواطن اليمني أو المسافر اليمني الذي قطع آلاف الكيلو المترات بدون إذن مسبق وبدون إشعار مسبق لمثل هذه الإجراءات؟ أعتقد كما صرح على وفاقيه أنه قال على وفاقيه في جزء من تغريدته التي أنا نشرتها في صفحتي وانتقدته شخصيا أن وزير محسوب على الحكومة الشرعية تكلم مثل هذا الكلام ويقول لا يوجد عالق في منفذ الوديعة. أنا أحد أسأله عن هواء مباشرة يا سعادة الوزير على وفاقيه أن مثل هؤلاء العالقين فرضنا يعني كما ذكرت أنهم يعودون إلى شرورة، هل مثل هذه الأسر التي تتكون من 7 أشخاص أو 8 أشخاص أو 5 أشخاص من أين لهم تكاليف المكوث لمدة 3 أيام؟ ستكون التكاليف باهظة في ظل استغلال مثل هذه الظروف. أيضا ومن يقرر أن يترك سيارته ويترك عفشه ويقوم بالترقل في باصات ويحجز مقاعد لخمسة أو ستة أشخاص ويترك حلاله هناك في الشارع؟ أعتقد أنك كوزير من العيب أن تصدر مثل هذا الكلام أو تتكلم بمثل هذه التغريدة. فلذلك المسؤولين اليمنيين إذا كان لهم شخصية يا أستاذ آسيا وإذا كان المسؤول اليمني شخصية كانوا سيحترمونهم ويشعرونهم مسبقا، لكن للأسف اليمن دائما المسؤولين والدبلوماسي اليمنيين كلهم يتبعون ولا يتبعون دائما. احنا اليمنيين حتى يا أستاذ الكريمة حتى في رؤية هلال رمضان دائما نتبع ما تقوله المملكة ودائما ليس لنا شخصية وليس لنا كلام، ضروري أن نتكلم بجد، أن يوجد شخص مسؤول يتكلم بلسان الضعفاء. لا يعتقد الكثير أن هؤلاء هذه شريحة كبيرة، المغتربين هو أكبر حزب يا أستاذة، المغتربين هو الرافد الأساسي للوطن، المغتربين بعد الله سبحانه وتعالى غطينا سوءة الشرعية وسوءة الانقلابيين ورفضنا الوطن بالعملة الصعبة وكفينا أهلنا الحاجة إلى الناس، شقينا طرق، عنا موظفين، عنا أوجدنا سلال غذائية وكسوة عيد ونازحين إلى ما شابه ذلك. المغترب هو من يقف بالصف الأمامي وهو من يدعم ويرفض اقتصاديا سواء مغتربي المملكة أو في دول الخليج أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في جميع بلدان العالم. يجب الاهتمام بملف المغتربين. أيضا يا أستاذ آسيا للإعلام دور فعال، كنت أتمنى من قنوات الشرعية والقنوات المتناثرة في أطراف المملكة والمتواجدة في بقية الدول في الدول العربية والدول العالم أن تقف مع المغترب اليمني ودائما تتلمس احتياجاته وتتكلم في همومه ومعاناته ويعلن الإعلاميين ذلك، وأكثر الإعلاميين هم مغتربين. البعض يقول لك لا أنا في بلدهم لا أستطيع أن أنتقدهم، إلى متى الذل وإلى متى المهانة إذا لم نتكلم؟ نعم سأعود إليك عند هذه النقاط أستاذ سلمان، ولكن اسمح لي أن أشرك معنا في هذا الحديث الأستاذ هادي وردان. أستاذ هادي، يعني رد فعل الحكومة كما جرت العادة للأسف الشديد يعني في كثير من قضايا تخص المواطن اليمني ليس بالرد المسؤول، يعني أن ترد سفارتنا في الرياض بأن الجانب السعودي في إجازة لمدة 3 أيام ولا يمكن التواصل إلا يوم الغد، هل بالضرورة أن ننتظر حلول من الأدنى؟ ألا يستطيع مثلا وزير الخارجية أن يتواصل بنده يعني أو رئيس الوزراء أو وزير النقل أو أي يعني جهة مسؤولة للحديث مع الطرف الآخر لعمل إجراء مستعجل؟ يعني 3 أيام أين يذهب المواطن اليمني في ظل هذا الإجراء؟ العودة إلى شرورة ليست بالهينة خصوصا في ظل المصاريف والتكاليف العالية التي يعني دفعها اليمني يعني تباعا إلى أن يصل إلى الحدود. نعم، من الشيء المعيب أننا سمعنا مسؤول يمني يتحدث بهذه اللغة التي لا تلبي تطلعات المواطن اليمني، عندما يعني يكون رده بهذا الاستخفاف بأبناء الوطن وبأبناء شعبه الذي هو مسؤول تجلد مسؤولية عليه في 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 في
بدرجة أولى حمايتهم ومتابعتهم وصيانتهم وتوفير وعدم تعرضهم لأي من العراقيل. للأسف الشديد أن يكون هذا هو رد مسؤول في السفارة اليمنية أو في الخارجية اليمنية، لا يعني كان رد لا مبرر له. طبعا عندما يقول هذا الكلام، الأصل أن مثل هذه التصرفات أن تتحول الحكومة إلى أن تشكل غرفة عمليات وتعلن الطوارئ وتفتح باب التواصل بدءا من رئيس الجمهورية ثم رئيس الحكومة. يتم تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة ومعالجة قضايا العالقين في الحدود اليمنية في شرورها، الذين فعلا كما ذكر ضيفكم الكريم أنهم يعني قطعوا المسافات وأرهقوا يعني أنفسهم بأطفالهم بنسائهم وهم متطلعين على أساس العودة إلى اليمن، يعودوا إلى بلادهم. لم يكونوا يتصوروا أن يتم هذا القرار، يتم مفاجأتهم به. ومثل هذه القرارات فعلا فاجأت الشعب اليمني قاطبة، أن يأتي قرار تعسفي موضوعي طبعا تدخل في الشأن الخاص في الملكية. ما الذي تبقى للمواطن اليمني بعد أن يتم مصادرة حقوقه ومنعه من العودة بأملاكه التي اقترب فيها سنوات؟ ما الذي تبقى للحكومة الآن المتواجدة في عدن؟ أو الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يعني أعلن بالأمس أنه تعهد بتحرير اليمن، ما أي تحرير تتحدث عنه؟ والمواطن اليمني لا يعني لا زال يعاني، في المغترب اليمني يعاني مثل هذه الظروف من، وللأسف الشديد عندما تأتي مثل هذه المضايقات وهذا التضييق من قبل دولة هي راعية لليمن، هي التي تقدم المعونات والمساعدات، وهي التي راعية التحالف اليمني، وهي التي تعهدت بعودة الشرعية إلى اليمن. أي شرعية إن لم يكن المواطن يعيش عزيز كريم، المواطن المغترب الذي اغترب عن أهله وعن أرضه وعن بلاده بموجب يعني تصريح وبموجب ترخيص رسمي، وهو يتطلع إلى أن يعود مستفيد من غربته إلى اليمن؟ للأسف الشديد الموقف الرسمي إلى الآن لم يكن على المستوى المسؤول الذي يجب أن يعني يتحدث به كما ذكر سفير اليمن. للأسف الشديد خيب آمال وتطلعات الذي الشعب اليمني وخصوصا المتابعين من المغتربين ومن الضحايا الذين هم لا زالوا إلى الآن عالقين في شروره، وقد ربما انهم سيضطروا لبيع ما 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 جنوه او ما كانوا يحلمون بالعوده به الى اليمن لتغطيه احتياجاتهم في شروره وتنقلاتهم. نعم. الى ارض اليمن. اذا لو عدت اليك استاذ سلمان، استاذ سلمان يعني في ظل الحديث عن ألا موقف من قبل الحكومة الشرعية للأسف الشديد، وأنت تحدثت بحرقة أن دائما الحديث يأتي بطريقة يعني فيها إذلال وفيها يعني لا يوجد حديث دولة مقابل دولة، إجراء الدبلوماسية تحدث في حال رفض الجانب السعودي التراجع عن مثل هذا القرار، كما رفض استثناء اليمنيين في القرارات السابقة والتي يعني تم محاولة استثنائهم ولكن للأسف لم يتم ذلك. كيف سيحدث أو ما الذي سيحل بالمغترب اليمني، خاصة أن بعضهم قرر الخروج خروجا نهائيا؟ يا أستاذتي الكريمة، احنا الآن نتكلم على 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 ممتلكات خاصة. هذه سيارة جيب اقتناها المغترب من شقى سنين، وكما قلت لك الآن المغترب باع الغالي والنفيس الذي الفلوس اللي جمعها خلال العشر سنوات والخمس عشر سنة والعشر سنة دفع لهم مقابل مالي، وأصدر لأولاده خروج تأشيرة خروج نهائي بعد أن حمل أولاده وأسرته في السيارة معائدا إلى أرض اليمن، رجل ورا ورجل قدام. فاليمني كما لما يعلم المجتمع اليمني أن المغترب اليمني سره الوحيد وهمه الوحيد أنه يخرج بسيارة كي يتباهى بها أمام الأهل والجيران ويكون وجهه أبيض كي لا يلام أين غربته وأين مستقبله وأين كذا، من أجل الحفاظ على ماء الوجه. فلذلك أستاذتي الكريمة، مثل هؤلاء المغتربين العائدين يحملون أمتعتهم وأغراضهم على سيارات، الآن السيارات الدفع الرباعي مع غلاء البنزين، موديلات بارهة تلاقيها بالخمسين ألف بخمسة وأربعين، ليست بديك لما. وأعتقد أن كما يقولون أن في الجانب السعودي يقولون أنها تكون إجراءات أمنية كما تبادر إلى من البعض يعني حول التسريبات عن القرار. أعتقد أن لو نتكلم عن ماذا يعني تسريبات أمنية، هل هذه السيارة تعتبر دبابة أو حاملة صواريخ أو ما هي؟ أو نقول أن مثل هذه يستخدمونها الانقلابيين في اليمن، هنالك السيارات موجودين في اليمن، الوكيل بازر أي ورد آخر موديل
التسجيلات واخر التصفيات. نعم، وليست السعوديه هي المورد الوحيد لسياره الدفع الرباعي، معني ما يتم. نعم، نحن نتساءل لماذا هذا القرار بالتحديد، ولماذا يصدر القرار مساء الخميس بالليل، واين دور السفاره، ولماذا السفاره لم تبلغ رعايه. تكلم الكثير من الدبلوماسيين يقولوا هذا الشيء لا يعنينا ولا يحق ان السلطه السعوديه تستشيرنا. نعم، ونتمنى ان يستمع الينا يعني ذوي الشأن. نعم استاذ اسيا، الملاحظه هذه عندما يقول لا يستمعون الينا وهذا امر يخصهم، لانك اصلا ما لك شخصيه، اذا كان لك شخصيه ولك اعتبار من المفروض يقول لك ابلغ رعاياك اللي هم موجودين باكثر من 2.5 مليون او 3 مليون، تبلغهم انه الان تم منع السيارات الدفع الرباعي لغرض ما او لاخر، اقل شيء يوجدون لنا مبرر. أختي الكريمة، أصبح الآن منفذ الوديعة، إذا ذكرت لأي مقترب أصبح يتشاءم من هذا الاسم. منفذ الوديعة فقد الكثير منهم أسرهم، المعاناة والتكدسات والأسباب والمسببات، طريق العبر، المعاناة كلها أتت من المنفذ هذا. الآن المقترب يقول سلام الله على منفذ الطوال. الآن المغترب يعاني الأمرين، يجب أن تقف الحكومة، وأيضا وجه رسالة إلى وزير الإعلام معمر الإرياني، أين دور الإعلام؟ أنت يا أخي لست بأقل كفاءة من الحوثيين والإنقلابيين الذين يستخدمون مقاطع المغتربين ومثل هذه المناشدات ويستخدمونها ضد الشرعية. لذلك أتمنى أن الإعلام يكون لهم دور. الإعلام إذا سخر مثل هذا الموضوع وفعل إعلامي يا أستاذ آسيا، أعتقد أنه سيلاقي صدى ويلاقي تجاوب. أي قضية تفعل عن طريق الإعلام أنا على يقين وأجزم وأكاد أن أجزم 100% أنها سيجد لها حلول، لكن إذا ظلينا صامتين ولم نتكلم. نعم، الأمر يزداد تفاقما يعني كما حدث في القرارات السابقة. شكرا جزيلا لك سلمان الشريف، الناشط الحقوقي والمهتم بشؤون المغتربين، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إليك أستاذ هادي. أستاذ هادي، يعني كما لاحظنا يعني في القرارات السابقة والتي كان فيها تضييق كبير على اليمنيين، منذ استعودت كثير من الوظائف التي يعمل فيها اليمنيين، وأيضا رسوم الإقامة المكلفة للغاية، إلغاء كثير من تأشيرات الزيارة التي كانت يحملها بعض أهالي المغتربين، تأشيرة زائر التي استحدثت وقت الحرب، كل هذا التضييق يزداد مرات الأخرى بسبب ربما الصمت والاستكانة من قبل الحكومة الشرعية. هل نتوقع قرارات أكثر سوءا وعدم استجابة من قبل الحكومة بهذا الشكل؟ نعم، القرار طبعا لن يأتي أسوأ من هذا القرار الذي هو آخر متنفس للمواطن اليمني أو المغترب اليمني، هو التدخل في شؤونه وفي أملاكه الخاصة. نعم. ومثل هذه القرار لا أتوقع، ما الذي يمكن أن تقدم عليه السلطات السعودية في بعد هذا التصرف؟ هذا تصرف يعد يعني استهداف للمواطن اليمني. لا لا لا، المستفيد الوحيد من هذا التصرف هم الانقلابيين، هم الحوثيين. وبالتالي يجب أن تتنبه السلطات السعودية أن مثل هذا القرار لا يخدم سوى الانقلابيين، سيجد هناك استغلال تام لمثل هذه التصرفات التي حصلت. وبالفعل هم الآن يصفونها بدولة كما يسمونها الحوثيين العدوان أو كذا، يستغلون مثل هذه الأحداث ويروجونها ويشيعونها في أوساط المجتمع اليمني البسيط، خصوصا الذي يعني لهم مغتربين ولهم أهالي موجودين داخل المملكة العربية السعودية ينتظرونهم بفارغ الصبر. هناك مستثمرين، هناك تجار ينتظرون ماذا يعني السلع الذي اشتروها والسيارات التي يعني اقتنوها من المملكة العربية السعودية. وبالتالي لا نتوقع أن يكون هناك أسوأ من هذا. الذي نتوقع، نحن على أمل بأن تعدل المملكة العربية السعودية عن هذا القرار الجائر، هذا القرار ظالم لا مبرر له. على المملكة العربية السعودية أن تدرك بأن إقدامها على مثل هذه القرارات هو تعسفا للشأن للمواطن اليمني واستهداف للشرعية اليمنية. الشرعية اليمنية لحد إلى الآن موقفها موقف معاق غير مشرف، لكننا على أمل أن تكون هناك ردود فعل يعني. نعم، أو تكون على هناك يعني خطاب رسمي. نعم. من قبل على الأقل يعني بشأن هذا القرار يعني ألا يمر متوقع أن الحكومة. نعم. إذن شكرا لك أستاذ هادي. نعم، نتوقع أن يمر مرور الكرام. لا نتوقع أن يمر مرور الكرام، نتوقع أن يكون للأخ رئيس الجمهورية موقف، وللحكومة بقيادة الدكتور بن دغر أن يكون لهم موقف إيجابي، لأن السخط لا شك أنه سيدق الآن بوابة رئاسة الجمهورية، وسيدركون مدى الخطورة التي فعلا سيترتب عليها بسبب هذا القرار الجائر إن استمروا في صمتهم.
إذن شكرا جزيلا لك هادي وردان المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. ومشاهدينا الكرام، قبل أن نذهب لفاصل قصير سيكون معنا، أرحب بالأستاذ المحامي فؤاد عامر الكاتب والباحث، سيكون معنا عبر سكايب من فرنسا، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي عبر السكايب الكاتب والباحث فؤاد عامر من باريس. مساء الخير أستاذ فؤاد. مساء الخير بك أستاذة وبجميع المشاهدين. أهلا بك أستاذ فؤاد، ما رأيك بالقرار الذي اتخذته السلطات السعودية بمنع عودة المغتربين بسياراتهم الدفع الرباعي أو الآليات الثقيلة؟ ما هي الحكمة من هذا القرار، خاصة أنه اتخذ يعني ليلة الإجازة، ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس مساء، يعني وهناك إجازة الجمعة والسبت؟ نعم، هو الجميع تفاجأ بمثل هذا القرار ولا يعرف ما هي المبررات او الحيثيات التي انطلقت من وراء هذا من هذه القرارات التعسفية. يعني في الأخير هم مواطنين يمنيين عمال من الفئات البسيطة، الذي سيخرج بسيارته لن يذهب يعني لن يبيعها لكي يفتح في الأخير فندق الفور سيزن او موفنبيك او فرع آخر، هو في الأخير سيتم الاستعانة يعني بقليل المبالغ التي سيحصل عليها من نتيجة البيع في فتح مشروع في بقالة صغيرة بمصاريف تمد سنة سنتين بعد أن تعذر أصلا حتى العيش في داخل المملكة العربية السعودية بسبب إجراءات سابقة تتعلق بفرض الرسوم وسياسات التضييق، وهي يعني في الأخير سياسات داخلية، والمملكة العربية السعودية هي حرة فيما تتخذه. لكن بشكل عام مثل هذه الإجراءات هي تتعارض بشكل كبير جدا مع ما هو مطروح معلنا، مع ما تعلن المملكة العربية السعودية من دعم الحكومة الشرعية ومن دعم الشعب اليمني. يعني الشعب اليمني، نحن نعرف جميعا ان ثلثي الشعب اليمني الان كما تقول كل المنظمات الدوليه والانسانيه هم على شفا المجاعه، يعتمدون على المساعدات الدوليه التي تاتي لهم فيما يتعلق بالغذاء وتسيير شؤون حياتهم، والثلث الاخير هذا هو اصلا يعتمد على المغتربين، وتحديدا كتله المغتربين التي تعيش في المملكه العربيه السعوديه باعتبار انهم مليون، ومتوسط الاعاله الفرد الواحد المغترب الواحد الى 5 افراد. يعني بما ممكن ان نقول ان إذا وجد مثلا 1.5 مليون أو 2 مليون، فإن ما إجمالي ما يعولونه المغتربين اليمنيين في داخل المملكة العربية السعودية يقترب من حدود 10 مليون إنسان. وبالتالي لا نعرف ما هو الإطار الذي نستطيع فيه أن نضع هذا القرار. يعني أخلاقيا هو قرار يعني قرار يفتقد للإنسانية، أخلاقيا هو قرار غير أخلاقي، قانونيا وحقوقيا يعتبر هذا اعتداء صريح على حق الملكية، باعتبار أن حق الملكية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كل الإعلانات تقول أن حق الملكية هو أحد الحقوق الأساسية، مثل حق المعتقد، مثل حق التعبير عن الرأي، هذه حق أساسي. والقيام بالصورة هذه يعني عشرات الأسر أو آلاف الأسر التي موجودة في منفذ الوديعة تحاول أن تخرب بممتلكاتها، يعتبر شكل من أشكال البلطجة وأشكال السرقة والاعتداء على حق الملكية، ما لم يكن هناك مبرر حقيقي مستند إلى آلية تعويضات. بمعنى إذا كانت المملكة العربية السعودية لها اعتبارات أمنية أو حيثيات اقتصادية معينة، فهو يعتبر نزع الملكية، ونزع الملكية ينظم في القوانين غالبا بآلية تعويضية. بمعنى إذا كانت السعودية تحرص مثلا الأرقام أو أشياء معينة أو السيارات تخرج بشكل نهائي، فعليها أن تقوم بآلية تعويض. هل السعودية قامت بآلية تعويض للمغتربين عن هذه الأملاك، جعلتهم يتركون سياراتهم التي يخرجون بها إلى اليمن؟ إذا لم تكن هناك هذه الآلية،
نعم، يعني شهادتهم يتركون سياراتهم في المنافذ ويدخلوا مواصلات. أستاذ فؤاد، يعني ليس هذا الإجراء الأول ولن يكون الأخير كما يبدو. يعني قبل ذلك قامت المملكة بتعقيد أوضاع المغتربين بشتى الطرق، يعني رفع تكاليف الإقامة، منع حقوق كثيرة كالتعليم والتطبيب وغيرها من القوانين التعسفية، وحق الملكية أيضا الذي لم تعد موجودة على وجه الأرض عند أي دولة. ويخرج وزير خارجيتهم يتباهى بأنهم يعني فتحوا المجال ل500 ألف لاجئ، والجميع يعلم أن لا لجوء في السعودية مطلقا. يعني تضارب مثل هذه الأحداث، السعودية تقول بأنها هي تدعم الشرعية وبأنها في صفها وبأنها بصف اليمنيين، وتقتل اليمنيين بطرق مختلفة خاصة من يعيشون عندها بهذا الشكل. وهناك قصص كثيرة موجعة لحكايا نصب واحتيال قام بها كفلاء يمنيين عديدين دون تعويض، دون، لأنه لا يجوز للمغترب أن يمتلك محله وإنما باسم الكفيل، وكثير من الكفلاء نكروا هؤلاء الذين لهم عشرات السنين. كيف توصف الأمر؟ نعم، هو غريب. ونحن نتحدث الآن في إطار التأسف، يعني نحن نقول أنه في الوقت الحالي نتمنى، أو ربما يكون هناك جهات داخل السلطات السعودية تحاول أن تعمل على إيصال العلاقات بين الحكومة اليمنية والشعب اليمني إلى نقطة الصفر، إلى تصفير يعني، وصب مزيد من الزيت في نار العداء، في نار العداء بين الشعبين، وليس فقط حتى باتجاه الحكومة. يعني هناك جو قديم، نحن نقول دائما انه هناك، يعني الان حاليا هناك من يحاول ان يقول ان السعوديه لن تعين الشعب اليمني في شيء. قديما ايضا هناك من كان يقول ان السعوديه هي العدو التاريخي للامه اليمنيه، وبالتالي لن تساعد اليمن ولن يكون له هناك خير ياتي منها. السعوديه الان بهذه الاجراءات تحاول ان توصل، ونحن ندعوها صادقين، ندعوها ان تخفف من هذه الاجراءات لكي لا تتعمق هذه الصوره لدى الشعب اليمني ولدى مؤسساته ولدى أحزابه ولدى جميع الكتب. الشعب اليمني الشعب السياسي منخرط في السياسة بشكل كبير وذكي سياسيا، ويستطيع أن يقيم كل السياسات الخارج باتجاه اليمن. ليس لمصلحة السعودية أن تتعمم هذه الصورة، أن تقدم نفسها كدولة عدو للشعب اليمني أولا قد لم يكن للحكومة الشرعية. بالنسبة للحكومة الشرعية، إذا أردنا مثلا، إذا كانت السعودية تريد أن تتخذ مثلا هذه الإجراءات، فيجب عليها كانت أن تتخذ قبل ذلك، من حقها، لن نقول أي شيء، لكن تعمل تعويضات أو لكل إجراء. اليمن تعيش في حالة حرب الآن، المغتربين اليمنيين في داخل السعودية هذا شعب شقيق، شعب مجاور. اليمن هي قدر محتوم للمملكة العربية السعودية، كما السعودية قدر محتوم للشعب اليمني، ويجب أن تصاغ السياسات ويجب أن تصاغ العلاقات ما بين الشعبين وفق هذا المنظور الاستراتيجي، وفق هذا المنظور التاريخي. نعم، برأيك لماذا أستاذ فؤاد؟ يجب السعودية أن تعامل الشعب اليمني، المغتربين اليمنيين، نعم، برأيك لماذا، يعني رغم كما قلت يعني أنه القدر الجغرافي، نحن بلدان متجاوران، يفترض أن تربط بيننا علاقات وثيقة، لما هذا التصرف العدائي تجاه اليمنيين؟ يعني رغم مثلا موقف السعودية في دعم السلطة الشرعية، ولكن للأسف الشديد هي يعني تخرب العلاقة في الجانب الآخر، وتظهر نفسها بأسوأ صورة ممكن أن تظهر بها أمام المجتمع الدولي أولا، ثم أمام اليمنيين الذين يعني لن يكنوا لها أي معروف مستقبلا. نعم، هو غالبا هذه الإجراءات، حزمة الإجراءات، جاءت في سياق الوضع الاقتصادي والتغيرات وانهيار أسعار النفط والأزمة، ما يمكن أن نسميه يعني التدهور. يعني السعودية الآن انتهت من فترة الرخاء الذي كانت تعيشه ماضيا، وهي مقبلة الآن على استراتيجية، يعني قريبا الآن يعني في عام 2030 الاتحاد الأوروبي سيمنع السيارات التي تشتغل على البترول والبنزين، يعني هناك وسائل الطاقة البديلة، وبالتالي البنزين هذا اللي هو موجود من دول الخليج لن يعود له قيمة، وبالتالي هي تبحث عن بدائل اقتصادية وبدائل وأعمال وتوظيف لشعبها، وهذا من حقها. لكن الظرفية التاريخية، الظرفية الزمنية التي يعيش فيها الشعب اليمني، كان يستحق معاملة أكثر بحكم كما قلنا القدر الجغرافي والتاريخي، بحكم أيضا الأزمة التي تعيش فيها اليمن، بحكم أيضا التدخل السعودي وانخراطها الكبير في الحرب هذه، وبحكم أيضا انخراطها في السياسة اليمنية.
في كل الأنظمة اليمنية السعودية تقوم بدعم أطراف معينة، تقوم بدعم حاكم معين، تقوم بدعم جماعة معينة، تقوم بدعم قبائل معينة، تقوم بدعم مشايخ معينين، تقوم بدعم اللجنة الخاصة وهم عملاء للمملكة العربية السعودية بفلوس لكي يقوموا يشتغلوا، وهم من منعوا، وهم كانوا الحجر الأكبر والحجر الأكبر الذين يقومون بإعاقة تحقيق دولة القانون في 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 داخل اليمن. وبالتالي نحن ندعو المملكة العربية السعودية إلى أن تغير سياستها. نتكلم هذا عن حب وعن دوار وعن محبة وليس عن عداء، لا نريد أن نستخدم هذا اللفظ بأنه عداء، لكن على المملكة العربية السعودية أن تعيد تقييم علاقتها مع الشعب اليمني، عليها أن تبني سياساتها على أساس الندية، على أساس الاحترام مع الشعب اليمني ومع الحكومة الشرعية، عليها أن لا تتعامل مع كيانات معينة. الحكومة الشرعية الآن لا تستطيع أن تقوم بضغط كبير في داخل على المملكة العربية السعودية، مستغلة كونها موجودة في الرياض، كونها مرتهنة. لا نتوقع من وزير أو من وكيل إعلام أو من وكيل أي وزارة أخرى أن يقوم بانتقاد مثلا السياسات السعودية أو مطالبتها، لأنه بالأخير استلم معاش من الحكومة السعودية. لكن العيب أن تقوم السعودية باستغلال هذا الضعف الحاصل للحكومة اليمنية من أجل أن تقوم بإجراءات أيضا تسبب عداء تاريخي. هذه الأحقاد لن تنتهي. الإعلام، الذاكرة، التاريخ، وسائل التواصل الاجتماعي كلها تسجل هذا في المخزون وتقدم المملكة العربية السعودية كأنها عدو مستمر ودائم ولا يهمه مصلحة اليمنيين. نحن ندعو إلى تجاوز هذه الكليشيهات. سابقا كان اليمنيون ينظرون، نحن نقول دائما، وأنا عقبت قبل يومين على واحد كان يقول مثلا أن السعودية تثبت لنا يوما عن يوم أنها عدو تاريخي للشعب اليمني، لكن أنا نحن لا نريد أن نستخدم، نقول هي دولة شقيقة، دولة صديقة، بيننا أكثر من 1600 كيلومتر، بيننا يعني بيننا علاقات تاريخية جوار، لا نريد أن تفسد هذه العلاقات بهذه الممارسات من قبل السلطات السعودية التي تسبب جرح غائر لدى الشعب اليمني. هناك بدائل، يعني مثلا في الشعب اليمني إذا قامت السلطات السعودية باستثناء الشعب اليمني لها عذرها. أولا حالة الحرب، انخراطها كما قلنا في داخل المعركة. الشعب اليمني أيضا هو جوار وليس مثل الهندي أو البنغالي الذي في الأخير سيترك السعودية وسيذهب. لا، هناك شعب موجود في المستقبل قد تحصل الذاكرة، الأحقاد ستبقى، قد ربما ينتج في المستقبل حالة تقطع، حالة اعتداءات، أملاك انتقاما من هذه. نحن لا نريد لهذه الممارسات السيئة أن صحيح. أن تصل إلى نقطة الصفر مع الشعب اليمني. وأنا لحد الآن حقيقة لم أصدق أن هذه الإجراءات هي موجودة. نعم. يعني سننتظر تواصل الجهات الرسمية مع الطرف السعودي لنرى ما إذا سيتم هذا الإجراء أم لا، ولكن أريد أن أسألك، يعني هل هناك قوانين عمل دولية تحفظ للعمال حقوقهم؟ يعني كما حدثتك وكما يعلم الجميع أن نظام الكفيل هو من أسوأ الأنظمة التي قد تسلب الشخص المكفول كل حقوقه دون أن يعترض أحد أو يستطيع الدفاع عن هذه الحقوق لئلا شيء باسمه. هل يمكن يعني الضغط من قبل منظمات عمل دولية؟ هل لديك اطلاع في هذا الجانب؟ الدولة السعودية يعني هي دولة يعني في الاندكس، يعني في هناك بعض الاندكس، يعني بعض المؤشرات التي تصدر، يعني هي دولة لا يوجد فيها فصل بين السلطات، هي لا تعتبر دولة قانون، هي سلطة وهي لا تعتبر دولة قانون بالتعريف الحديث لهذه الاسم، وبالتالي لا يمكن أن نراهن على وجود قضاء نزيه وعادل في داخل هذه في داخل المملكة العربية السعودية. والدليل ما يحصل أمامنا في داخل منفذ الوديعة من معاملة لا إنسانية ولا أخلاقية ومعاملة لا تمت أصلا لأي أعراف وقوانين. لكن ما الذي يمكن أن يفعله اليمنيون بهذا الشكل، يعني بهذا الاسم؟ لازم أن نحاول يعني الطريق الثالث، وهو المنظمات المجتمع المدني، الأحزاب، النشطاء، المغتربين موجودين في مناطق أخرى من العالم يستطيعون أن يصعدوا هذه المسألة في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول ربما يكون الاتجاه الحقوقي، وهو أن هذا الاعتداء على الحق يعتبر حق من حقوق الإنسان ويجب إثارته لدى المنظمات والجهات الدولية، لدى المنظمات الـ ONGO، المنظمات المدنية الدولية مثل Human Rights Watch، مثل Amnesty International، مثل كل المنظمات. ثم أيضا تقديم هذه الشكاوي إلى في مقابل إثارة هذا الملف أمام مجلس حقوق الإنسان في دورات الانعقاد القادمة. هناك سكرتارية شكاوى تبع مجلس حقوق الإنسان، ولم يحصل، ربما ستكون هذه أول مرة
يعني ان تتلقى سكرتير الشكاوى جزء كثير من الانتهاك غير الانتهاكات الاخرى المتعلقه بحق العمل. يتم تقديم هذه الشكاوى امام مجلس حقوق الانسان، امام سكرتاريه الشكاوى. يتم الاستعانه ايضا بمنظمات، بمحامين دوليين، وهناك كثير من الصحفيين والمنظمات الدوليه متعاطفين مع الشان اليمني بشكل كبير جدا لاثاره هذا الموضوع، باعتبار انه اعتداء ومحاوله تفقير وتعمد تفقير، يعني حاله تفقير متعمده للشعب اليمني، وتقديمها في دورات الانعقاد القادمه. هناك ايضا البعد الاقتصادي، يمكن اثاره هذه المساله ايضا اكثر بشكل عام، بشكل اعلامي بشكل كبير جدا، حتى يتم طرحها على بعض والضغط على عليهم ذات الخلفيه الاقتصاديه والماليه، لانه هذه الاجراءات سيكون لها اثر ايضا على السعوديه نفسها، لانه لن يتم اي انسان سيفكر يعني في ان ياتي الى السعوديه للاستثمار ويجد ان حق الملكيه منتهك بهذا الشكل يعني البشع جدا ضد فئه معينه، لن يكون السعوديه بحاجه الى استثمارات، بحاجه الى عماله من نوع معين. هناك اندكس تبع البنك الدولي يسمى الرول اوف لو، وهو يعني مدى حكم القانون والشفافيه، شفافيه الاعمال. يمكن التواصل مع هذه الجهات وطرح ما تقوم به السعوديه في هذا الاتجاه، لانه سيؤثر ايضا على بيئه الاعمال الموجوده في داخل السعوديه، وسيسبب ايضا ضرر اقتصادي اذا اصرت السعوديه على المضي بهذا سيتم متابعة صحيحه، لان هذا القرار غبي جدا ولا يوجد حكومه عاقله. نعم، نحن سنتابع مدى جديه هذا القرار، مدى يعني الاصرار على بقائه من عدمه. نتمنى ألا يكون هذا الأمر كما هو حاصل. شكرا جزيلا لك أستاذ فؤاد عامر الكاتب والباحث، كنت معنا عبر السكايب من فرنسا. شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.